أنا مهند المصري المدير العام لشركة كيا بفلسطين، وهي اسمها الشركة العربية لتجارة السيارات، واللي هي أيضا وكلاء حصريين للشركات ووكالات للسيارات والتركات. نذكر منها اللي هي سانج يونغ، شركة كورية، وبرضو تركات شاحنات إيفيكو الإيطالية. طبعا بما ان جزء من هالوضع الاقتصادي اللي شويه انتم عارفينه انه بمر بمراحل صعبه، اكيد بيأثر على كل نواحي الحياه، ومن ضمنها الاندستري تبع السيارات. فياريت انا بس بدي احب اذكر شغله، التاثير في شيء ايجابي وفي شيء سيء بخصوص السيارات. التأثير الإيجابي، نشكر السلطة الفلسطينية إنها قبل كم سنة نزلت الجمارك على السيارات، وهذا إيجابي جدا، وبيقدروا يستعملوا أكثر إيجابية، لأنه بيقدروا يستعملوا هذه الشيء اللي بيقدروا يعني بأوسلو حصلوا عليه، إنه الفلسطينية بيقدروا يغيروا الجمارك بالوقت اللي هن بدهم إياه، وهذه ميزة كويسة. بجوز الجانب الآخر ما كان يعرف إنها كويسة للفلسطينية، فياريت نستعملها، لأنه عنا فئات خلينا نقول من الميدل كلاس أو اللو كلاس بحبوا يركبوا سيارات جديدة، وإحنا بنقدر نعطيهم هدول السيارات الجديدة إذا إحنا شوية غيرنا في الجمارك الفلسطينية، إنه نعمل شوية تخفيض مش على السيارات الفارهة. أنا بقول للسيارات اللي يعني إذا أنت أكيد بتحبي تركبي سيارة، بدل ما يكون جمركها يعني خلينا نقول المستمع اللي بيسمع لك سيارة حقها 10,000 دولار برا، بتكلف هون 20,000 دولار، فيعني كتير صعب عليكي إنه إشي سيارة بنحكي صغيرة، ما بنحكي سيارة كبيرة. يعني لفرضا إذا بدنا نحكي بسيارات فارهة، ما في سيارة أقل من 30,000 دولار حقها برا، فبتصبح 60,000 دولار. فأنا عمالي بقول السيارات الفارهة هذه ما يتغير أي جمارك عليها، لأنه القادر يدفع جمارك بيقدر يدفع ويركب سيارة فارهة، ولكن باقية الشعب الفلسطيني اللي هو خلينا نقول 80% بحب يركب سيارة كويسة ممتازة زي سيارة الكيا، وسعرها مقبول عالميا، لأنه تتراوح أسعارها من 8,000 دولار خارج البلاد ل 15,000 دولار. فكل الناس بتقدر تركب هذه السيارة إذا شوية السلطة ساعدت في الجمارك الفلسطينية إنها تنزلها. وطبعا بتعرفي أي شيء بتقدر أنت يكون رخيص عليك بزيد معناته مبيعاته، فالشعب الفلسطيني إحنا بنشغل ناس أكتر، والشركات الأخرى بتشغل ناس أكتر بتزيد مبيعاتها، وبرضه السلطة الفلسطينية هي شريكتنا وبتزيد مبيعاتها، يعني خزينة الدولة راح يفوتها مصاري أكتر وفلوس أكتر من الجمارك. أعطتنا هذه البنوك تسهيلات قوية وكويسة، إنه حتى نستطيع إني أقسط لك سيارتك اللي حقها 20,000 دولار بدفعة صفر، يعني دفعة ما في أي دفعة، طبعا بعد ما يفحصوك وبعد ما تجيبي كفيل وكذا. أنا بقول هذا كويس ومش كويس. إذا أنت فعلا بدك سيارة، المفروض إنه يكون عندك 20% من قيمة هذه السيارة، وما عدا ذلك بعتقد إنه لأنه كل شيء حلو، كل شيء جديد، كل الناس بدها تلفون جديد، كل الناس بدها تلفزيون جديد، كل الناس بدها سيارة جديدة. فمشكورة السلطة الفلسطينية اللي هي بسلطة النقد، أوكي، درسوا هذا الوضع وقالوا إنه لازم تكون دفعة 20%، وأنا مع هذا الحكي، علما بإنه السيلز تيم تبعي ما رح يحب هذا الحكي، لأنه بدهم يبيعوا سيارات وبهمهوش بعدين إذا أنت استطعتي تدفعي دفعتك أو ما استطعتي، بس لما تكوني تدفعي 20% من هذا الحكي بساعد. والبنوك طبعا ساعدت كتير على إنه ناس كتير
كتير أخذوا سيارات، بس أنا برد بقول إنه مش سيء هذا الحكي، هو صحي لأنه بتطلع على العالم كل شيء. حتى لو معك أنت 20,000 دولار كاش، أنت بدك تستثمريهم هون وهون وهون، فصحي. وأنا بعتقد فوائدنا البنكية والبنوك الإسلامية عمالها تشتغل على شيء مخفف. يعني بتروحي على الأردن بتلاقي الفوائد البنكية 7-8%، عندنا هنا فوائدنا البنكية من 3-5%، فشيء مقبول إنه يدفع الواحد يشتري ثلاجة جديدة وغسالة جديدة وبيت جديد وسيارة جديدة. انت بتدفعي لي خلينا نقول على سيارتك، بنقول لك السياره بتوصل بعد 20 يوم، تخيلي انك بدك تقريبا 30 يوم شهر لمنك تاخدي هاي السياره. ليش 30 يوم؟ 30 يوم لانه المعوقات الاسرائيليه والفلسطينيه ما عملوا بوندد. الاسرائيلي باخذ سيارته من الميناء لمنطقته، خلينا نقول كيف عنا، انت شفت السيارات هنا عنده 20-30 دونم بجانب الفاسيليتيز تبعته، رأسا بحط سيارته من البوندد او من الميناء الاسرائيلي للبوندد تبعه الخاص، وما بدفع عليه يوميا عمولة أو تخزين. المواطن الفلسطيني سيارتك، فلذلك بتلاقي السيارة خلينا نقول بإسرائيل 100,000 شيكل، نفس السيارة أنا ببيعك إياها ب100,000 شيكل، ولكن اعرفي إنه المربح قليل جدا جدا للمشاكل اللي منلاقيها إنه ما في بوندد، لأنه إحنا ما بقدر أنت تيجي تقولي عندي ولا أنت مستورد فلسطيني وسيارتك 100,000 شيكل وبإسرائيل هيها ب80,000 شيكل، مش صح هذا. بس في معوقات كتيرة ومخاسر كتيرة المواطن، اللي هون بنرجع لعنوان اللي احنا بنحكي فيه، انه اذا وجد هذا البوندد بتبطلي انت تدفعي للاسرائيليين تخزين سياراتك، وبتكون السلطة الفلسطينية تاخذ مصاريها رأسا لانه انت جبتيها عرام الله لفرضا السيارة، ولما تيجي تجمركيها بتجمركيها فلسطينيا، لانه احنا حاليا من جمرك السيارة في إسرائيل. وزي ما أنت شايفة إذا كان الشعب الفلسطيني مش كتير ماشي زي ما بدها السياسة الإسرائيلية، عمالهم بحجزوا المصاري أو الفلوس أو الجمارك أو الضرائب الفلسطينية، وهذا جمارك عالية جدا. أنا ما بدي هقول لك قديش إحنا السيارات منشكل شيء مهم للسلطة الفلسطينية. أكتر شيء دخل للسلطة الفلسطينية هي السيارات والدخان، والسيارات تقريبا عمالها بتجيب ملايين الشواكل شهريا للسلطة الفلسطينية. يعني أنا ما بدي هقولك إنه إحنا والدخان منشكل 40-50% من دفعات الموظفين، فشوفي قديش هذا مهم إنه ندرسه. وتصير السلطة الفلسطينية قادرة إنها تجمع فلوسها وجماركها رأساً. احنا فتحنا شركة كيا بال2008، ومن 2008 واحنا منقول يا سلطة فلسطينية، دايما البرايفت سيكتر خلينا نقول الشيء الخاص مع الحكومة بيقدر يعمل شيء، لانه احنا متأسف هقول لك منق على شغلتنا اكتر من السلطة، وهذا اكيد يعود بالنفع للسلطة اكتر منا. هو زي ما بقولوا طريق ذو اتجاهين. يعني السلطة الفلسطينية تخيلي انه عندك اليوم بدخلك 50 مليون شيكل من جمارك السيارات شهريا هي بين ايديها اليوم، فاحنا فعلا قادرين نعمل اشي. فانا بقول لهم ليش ما بنعمل لجنة، واللي انا دايما نعرض عليهم انه حتى لما نفاوض الاسرائيلي بتكون لجنة
من اتحاد مستوردين السيارات مع شيء من السلطة ومع محامينا، لأنه إحنا قادرين إذا السلطة مش قادرة تلحق هذا الموضوع 100% إحنا منساعدها 100% وإحنا وياهم واحد، لأنه الهدف واحد بالآخر. فمنقدر نعمل بوندد؟ نعم منقدر نعمل بوندد. منقدر ننتصر عليهم بمشاكلهم اللي عم بيعملوا لنا إياها وهي قانونية إلنا 100%؟ نعم منقدر نعمله هذا الحكي. ما بدي هقول لك المعوقات إنه لسه في إشي لسيارتك فحص أمني، كذبي. تفحص أمنيا وتفحص بسموها مواصلات، وبكون الإسرائيلي اللي بفحص بجوز اليوم غايب ومرة مش غايب ومرة بيجي ومرتين بيجي، فبتقعد سيارتك شهر لمنها تتحرر. فلذلك هذا كله كوستينج عليك، هذا يعني عدادات بتعد على المواطن الفلسطيني اللي احنا بنقدر كله نتخطى ببوند فلسطيني بمشاركة مع السلطة الفلسطينية اللي هي قادرة اللي تعمل. فإحنا شيئين بقول لهم، خفضوا الجمارك على السيارات المش فارهة، ما تخافوا على السيارات اللي أنت قادرة أنت وأهلك تركبيها ولمطورات محددة، وخلي بيئتنا نظيفة، خلي سيارتنا جديدة، خلينا نطلع على العالم برا.